الصين تلجأ إلى الروبوتات لمواجهة كورونا. روبوت يدور في مستشفيات ووهان بهدف حماية ومساعدة الكوادر الطبية. يستطيع الكشف المبكر عن فيروس كورونا من خلال الأشعة فوق البنفسجية. الروبوت قادر على قياس درجة حرارة حوالي 10 أشخاص في وقت واحد. يتجول هذا الروبوت في شوارع الصين لتوصيل الطلبات إلى مناطق تفشي فيروس كورونا، والهدف تقليل الاتصال المباشر بين البشر. الروبوت يتحرك بشكل مستقل، وعندما يصل إلى وجهته يقوم بإرسال رمز الشحنة إلى هاتف الشخص المطلوب. روبوت آخر يسير في شوارع الصين مزود بمقطع صوتي مسجل يذكر السكان بارتداء كمامات وغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب التجمعات. كما يخبر هذا الروبوت الشرطة إذا